هتفرق خلاص، أزمة الدولار أخيرا هتتحل، والسر في إيه؟ مفاوضات بين مصر وكم دولة خليجية لو نجحت. فيا ترى مين الدول دي وإيه علاقة اللي بيحصل في مفاوضات صندوق النقد؟ هل كده 2024 هتدخل برجليها اليمين من غير أزمات اقتصادية؟ أنا آية الوليلي، كمل معايا الفيديو للآخر علشان تعرف كل التفاصيل. الكل حاطط ايده على قلبه بسبب أزمة نقص النقد الأجنبي في مصر، خصوصا يعني ان ميعاد مراجعة برنامج صندوق النقد الدولي قرب، ولازم البنك المركزي يبدأ يعيد حساباته وينفذ الاشتراطات اللي حطتها إدارة الصندوق علشان الدنيا تعدي ويصرفوا باقي شرايح القرض اللي اتفقت عليه مصر بقيمة 3 مليار دولار. لكن المفاجأة ان الحكومة المصرية لعبتها صح، وبدل ما تخفض الجنيه وهي مش واقفة على رجليها، قررت تزود الاحتياطي النقدي الأجنبي المركزي علشان تدعم الجنيه ولو حصل مرونة في سعر الصرف. مصادر اتكلمت وأكدت إن الحكومة المصرية هتاخد ودائع جديدة من دول الخليج، وده علشان تدعم بيها احتياطات البنك المركزي. خلي بالكم كويس قوي إن الكلام ده بيحصل في توقيت مهم جدا، وهو قرب ميعاد مراجعة صندوق النقد. المفاجأة إن المصادر أكدت إن الودائع دي هتوصل قيمتها ل 6 مليار و200 مليون دولار. المليارات دي كلها هتتوزع على استثمارات بعد كده على مدار السنين الجاية، وحسب أحدث الأرقام فبلغ حجم ودائع الدول العربية في البنك المركزي حوالي 29.9 مليار دولار، وده متوزعين بقى ما بين 15 مليار دولار ودائع دول الخليج متوسطة وطويلة الأجل، و 14.9 مليار دولار ودائع لدول الخليج وليبيا قصيرة الأجل. وطبعا كل ده في صالحنا إحنا، ما هو زي ما قلت كل ما الاحتياطي زاد كل ما الجنيه بقى في أمان ضد أي مخاطر ممكن تواجهه. لو فاكر ان الحكومة المصرية هتكتفي يعني بستة مليار دول تبقى غلطان، وده لانها حاطة خطة كبيرة بتستهدف لجمع خلالها اكتر من 25 مليار دولار استثمارات اجنبية، وده خلال 5 سنين بس. ده حسب تصريحات قالها رئيس هيئة الاستثمار حسام هيبة، وليأكد ان الحكومة بتستهدف جذب استثمارات اجنبية بنحو 12 مليار دولار، وده خلال السنة المالية الحالية 2023-2024، وده بزيادة ما بين 15 و20% عن السنة اللي فاتت. ومن كم يوم بس وقعت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبنك قطر الوطني QNB مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في مجال الترويج للفرص الاستثمارية بمصر، والهيئة اتفقت مع البنك انه يروج للاستثمار في مصر داخليا، وده من خلال فروعه المنتشرة حول العالم. على فكرة ده معناه ان في اهتمام كبير جدا من دول الخليج تحديدا للاستثمار في مصر الفترة الجاية، ومنهم السعودية والإمارات واللي طول الوقت بيعلنوا عن ضخ استثمارات جديدة في مصر. من كام شهر بس وقعت مصر على تنفيذ مشروعات في طاقة الرياح مع تحالف قادته شركة مصدر الإماراتية باستثمار وصل ل 10 مليار دولار. طبعا حجم الاستثمارات في المشروع ضخم جدا، وده بيبين أهمية السوق المصري والعائد الاقتصادي المنتظر بجانب فرص العمل واللي هيوفرها المشروع العملاق والقدرة الإضافية للطاقة الكهربائية في مصر. كمان هيئة قناة السويس وشركة بلدنا القطرية أصدرت مذكرة تعاون في مجال الأمن الغذائي باستثمارات ب1.5 مليار دولار. طبعا كل ناتج استثمارات قناة السويس بتدخل خزينة الدولة المصرية. في النهاية بقى انتوا شايفين الوضع الاقتصادي المصري الفترة الجاية عامل ازاي؟ شاركوني برأيكم في التعليقات.